مجددا يطلق القضاء التونسي سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. أوقف رجل الأعمال والأعلام في سباق الانتخابات الرئاسية السابقة قبل أن يتم الإفراج عنه. وها هو السيناريو ذاته يعاد مرة ثانية، لكن هذه المرة مقابل ضمان مالي ب4 ملايين دولار. لا تتردد أصوات معارضة بالتشكيك في مصداقية القرار. الموضوع متاع ضغط على القضاء، وهذا التوقيت يصبح توقيت مريب وكل الأسئلة تطرح حوله. ما يحصل الآن هو ضرب للقضاء وضرب للسلطة التشريعية في نفس الوقت، وضرب لمصداقية الدولة في نهاية الأمر. الموضوع عليه كثير من الشبهات. لكن قيادي حزب قلب تونس يرون أن رئيس الحزب تعرض لمحاكمة سياسية وشعبية أثرت على مسار التحقيق القضائي، وذلك لغايات حزبية في ظل الخلافات حول التعديل الوزاري. هناك أحداث سياسية قاعدة تصير، كما تشوفوا فما تحويل وزاري، التحويل الوزاري معطل، هناك أطراف تستفيد من سجن السيد نبيل القروي، وهذا كله ماهوش في صالح البناء الديمقراطي في البلاد. وإن شاء الله القاضي. قرار الإفراج عن نبيل القروي جاء بعد تلويح هيئة الدفاع عنه وزوجته باللجوء إلى القضاء الخارجي، وقالت الهيئة في وقت سابق إنها متأكدة من براءته. أعطيه الحرية لزوجي اليوم، وبربي يا قضاء اقف معايا، راني نحب القضاء التونسي يقف معايا، لا أريد الالتجاء إلى القضاء الخارجي. لا شك أن الإفراج عن أحد أبرز الفاعلين في المشهد الحزبي ستكون له تبعات سياسية وفق متابعين في ظل أزمة متصاعدة في البلاد. من هنا جاء أعلان القضاء المالي الاقتصادي قرار الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، لكن سرعان ما أثار القرار جدلا واسعا حتى قبل مغادرة القروي للسجن. قرار قضائي صب الزيت على نار الجدل السياسي الراهن. وسام الدعاسي، العربي، تونس،